ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الخميس 16 فبراير 16 شباط 2023. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، ممكن تكون عندك فرصة انك تسافر النهاردة، خاصة بالطيارة. في اليوم ده هيكون عندك حاجة بتتطوق ليها تعرفها، وهيتحقق اخيرا حلمك اللي انت كنت دايما بتحلم بيه. هيبقى في مغامرة في طريقك النهاردة، مع كل ده هيكون عقلك مرتبط النهاردة جسديا بشكل كبير. هتلاقي نفسك في شوية معلومات هتبقى بتدفعك لمجالات كتيرة جديدة في حياتك، ممكن تعتبر كاملة عندك. ممكن يعدي يومك ده بشكل مثير جدا لاهتمامك في اليوم ده. نصيحتي ليك، في حاجات كتير عظيمة هتاخد من وقتك اكتر لغاية ما تبتدي تتكلم عليها اكتر في الفترة الجاية بشكل احسن. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هنبقى حريصين اكتر من المعتاد، لانه هيبتدي يدخل القمر برج الجدي الجد بعد دقيقة واحدة في اليوم ده. هنبتدي نضيف حاجات كتيرة بسبب تشكل الشمس اللي بيعتبر انحيازي وسنوي مع زحل. حاكم الجد النهاردة هيبقى بيشير لحاجة اكتر، اننا نخلي مشاعرنا جامحة في الفترة دي. الوقت حلو جدا لو حابين نشتغل على خطة تبقى جاهزة عشان نعمل بيها نظام حلو في حياتنا، او حتى مشروع قديم بيطلب مننا نبقى ملتزمين التزام جديد وجدي اكتر. الطاقة عندنا عاطفية مش كافية اكتر عشان نعرف نزود نفسنا بيها، خاصة في الوقت ده. ممكن نبتدي نحس باستنزاف خاصة على مستوينا المادي اللي بتبتدي نتعايش معاه في الفترة دي. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تدعموني بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.